السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دوسامودي. هذا النهار ان شاء الله غنتكلموا على واحد النوع خاص ديال الغش في تربية الأرانب. يعني خاص اللي يشريو الأرانب، يعني ماشي الناس اللي عندهم الأرانب ولقاو هذا المرض. لا، كاين واحد النوع خاص ديال 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 المرض كيكون في الأرانب، وهو في الحقيقة خصنا نهضروا عليه مزيان في هذه الحلقة باش الناس يوعاو. إذن هذا الغش يمكن يصادفوا أولا المربي ديال الأرانب، إما المحترفين إما اللي عاد بادين مبتدئين. فإذا اشترى المربي أرانب جدد، يعني إما ذكور ولا إناث، فممكن أن يكون يعني كيقلب مزيان، يعني يكون كيقلب يعرف واخا يكون كاع محترف. يعني كيفاش غادي يبدأ يقلب؟ معروفه الطريقه ديال الفحص. غادي قبل ما يشري يعني غادي يبدا يفحص الفحص العيني. الفحص العيني يعني مثلا يشوف هاد الارانب واش مصابه مثلا بالجرب. الجرب باين يعني بالعين، راه باين، ولا سيل الانف، ممكن يشوف في الاذن تصمغ الاذن، غادي يهز الرجلين يشوف التهاب العرقوب مثلا، واش الأرنب كيتنفس مزيان مثلا، عاوتاني المرض ديال التهاب الرئه. ولكن واو ممكن عاوتاني انه يشوف الجص، يعني الا مشى تشرى شي ارنب وهي عشار مثلا، غادي يكون كيعرف يقلب وغادي يشوف واش هي عشار ولا فيها مثلا تحجر ديال الجينات. هذه حتى هي يقدر يكون يعني عيق بها، يقول بلي هذا الارنب هذا راه فيه تحجر الجينات، يعني ديك المده ديال 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 الحمل راها دازت، وراها هذا الارنب راه فيها مشكل. يقدر يوصل لهذا الشيء كامل، يعني يكون عنده درايه ويكون يعني عرف يقلب. وممكن انه عاوتاني يعرف انه هاد السلاله، يعني مثلا غادي يشوفها غير بالعين غادي يعرفها واش هجينه ولا اصليه. ها هو عاوتاني يعني هاد المربي ملم بالصنعه، يعني عارف ما يديروهاش به. ولكن هاد النوع من الغش ما غاديش يعرفه المشتري الا بعد 15 يوم منين غادي يديه، منين غادي يشري. سمو غادي يلقى، غادي يتفاجئ ان الارنب اما ذكر ولا نتوى، بدا في الهزلان، يعني كيولي كينقص رغم انه كيشوفو كيشرب وكيمشي قدام الماكله وكيبدا يمضغ، ولكن هو ما عارفوش واش بصح راه كياكل ولا لا. هذا المرض سموه هو، وهو الاسنان كيبداو يطوالو. الاسنان يعني خصوصا القوارض، يعني الاسنان اللي غادي القداميه الاماميه، سمو كيوقع لهم انهم كيبداو يطوالوا. هما سبحان الله هما كيكونوا وراثي هذا المرض، ماشي كاين في واحد النوع من السلالات، ولكن كاين يقدر يجي في اي سلاله ان الاسنان ديالهم القداميه كيبداو يطوالوا بواحد الصفه يعني مستمره، يعني ماشي غير كيبداو يطوالوا وصافي يديروا كيتوقفوا، لا كيبداو يستمروا في الطول بصفه مستمره. في البدايه يعني هذوك الاسنان كيعوقهم على 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 المضغ، يعني كيوليو مضغو ما قادرينش مسكني مضغو. ولكن من بعد مرور واحد الشهر بالضبط شهر، الا استمرت في الطول والمربي ما عاقش بها، كيبان له باللي راه الارنب كيمشي جهه الماكله وكيحاول انه ياكل وكيمضغ، ولكن هو راه ما كياكلش لان السنان ديالو راه صافي بدات كطوال، وراها ما غاديش يقدر يبدا يحل فمه ويسد فمه انه يبدا ياكل، لان العمليه ديال المضغ هي عباره عن الفك السفلي كيبدا يتحرك يعني، وكيبقى يمضغ وكيطحن هذيك الماكله باش كيدخلها. هو لا كمسكين كيمشي كيهز الماكله، انه يهز العلف مثلا، يهز سيكاليم ولا وسمو، كيوقع له انه كيشدو وكيبقى داير فمه وكيحاول يمضغ وهو ما قادرش يمضغ. ان هذه الحاله هذه راه خاص مراقبة ديما منين تشريو شي أرانب، حاولوا أنكم من بعد مرور واحد الأيام واحد 15 يوم ولا قلبوا لها السنان ديالها، راهم كيطوالوا بواحد الصفة يعني سبحان الله. هذا الشيء راه كيكون وراثي، يعني الأم إلا مشات حتى كانت هكا وتزوجت راه تقدر تجيب واحد الأرانب صغار
فيهم هذا المرض وتقدر تجيب ما فيهمش. يعني خص المربي يحضي. يعني اسمه هي الحلول ديال هذا المرض هذا ديال الطول ديال الاسنان باستمرار. اولا خص على المربي انه يقوم بالتقليم ديال الاسنان بواسطه واحد المقص ولا بانس، وهذه العمليه ممكن انه يقوم بها من 15 يوم ل 15 يوم. ثانيا خص يعني هذاك الانثى أنا ما نزوجوهاش، أنه من نشوفوا فيها هذاك المرض حاولوا أنكم تخلصوا منها، لأن غادي تبقى تجيب لكم واحد الخلفات اللي فيهم هذا المرض هذا، وغادي تعذبكم. ما يمكنش الإنسان غادي يبقى مقابل مثلا العلف باش يعطيهم العلف، يعني كنهضروا على الروتين اليومي، أنه غادي يعطيهم العلف وغادي يشوف شكون هي اللي عشار، شكون هي اللي ولدات، شكون هي اللي خاصها الماكلة أكثر، المسائل ديال التنظيف، وفي الأخر يمشي ويبقى مراقب حتى واحد اربعه النتوات ولا خمسه ولا جوج ذكور، ويبقى يحسب لهم الايام ديال فوقاش غادي يطول لهم سنانهم. من الاحسن هذيك النتوه اللي لقيتوا فيها المشكل عندكم، وخصوصا النتوه، كاين حتى الذكور بختات كتكون فيهم، ولكن خصوصا النتوه باش ما تولد لكمش شي 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 يعني حالة بحال الشكل ديالها، لان هذا الشيء كيكون وراثي. حاولوا انكم ديما تسمنوا هاد الحالة هذه، وحاولوا أنكم تخلصوا منها، إما بالذبح إما بتبيعوها باش تذبح. المهم ما تحاولوش تعطيوها للإنسان آخر، أنه لأن وقعت هاد الحالة عند واحد الصديق ديالي وقعت له. أنا بغيت نشاركم هاد الفيديو هذه، لأن شرا واحد النتوة عشار ما فيها لا مشكلة والو، ومسكين تفاجأ أنها السنان ديالها كيطوالو، وما كانش عارف، تولت ضعيفة بزاف. تمشينا وشفنا هذه الحاله، وملي لقينا السنان ديالها لقيناهم طوال، وهو ما عايقش بهم، تخرجوا لها مسكينه سنانها، تقاسوا لها النيف ديالها. تخيلوا ان السن خرج وقاس لها النيف ديالها. عاد دينا واحد البانس كوبوند او مقص ولا اللي كان، وقلمنا لها هذاك الاسنان ديالها، واذا وهي بدات بعدا كتاكل مسكينه، وبدات شويه كترد الصحه ديالها، لانه هو ما عايقش بها 15 يوم، وهي مسكينه ما كتاكلش، كتاكل ولكن غير كتشرب الماء ولا شي حاجه، يعني سلكت وصافي. ما هي باش تقوم بعمليه المضغ، راه ما كتقومش بعمليه المضغ. بالنسبه للتقليم ديال هاد الاسنان، حاولوا انكم تخليو نصف سنتيم. نصف سنتيم هي الطول المناسب اللي تقدر هي تنظر به. ملي تكونوا تقلموا لها الاسنان ديالها، حاولوا انكم ما تبقاوش تلخلخوا البانس ولا المقص، حاولوا انكم جوج الناس يشدوها مزيان ويضرب ضربه واحده، يحاول انه ما يميلش هذاك البانس، خصو يكون ماضي، هذاك البانس يكون ماضي. حاولوا انكم ضربه واحده، ما تبقاوش تحاولوا تخلخوا لها السنه ديالها، لان غتمرضوا لها اللحم. حاولوا انكم تضربوا ضربه واحده وتخليوا نصف سنتيم، باش مسكينه تقدر تمضغ وتقدر تدير يعني تستمر في الحياه. اما بالنسبه للناس اللي بغاو النصيحه وهي تخلصوا منها، لان المسكينه كتكون في واحد الحاله كتكون ضايقه، هي مثل هذا النوع من الارانب، ما كتكونش مرتاحه، ما كتولدش مزيان، ما كترتاحش في الماكله، خصها ديما المهم كتكون ضايقه. وخصوصا المربي عاود الى مشى تسهل عليها، راه كتضايق مسكينه، وكيتحلها فمها، كتجي واحد النهار كتلقى فمها محلول بواحد الطريقه بشعه. المهم انها ما قدرتش مسكينه تاكل، وهذاك الشيء كيؤدي للوفاه. اذا حاولوا انكم هذا هي راه حلقه كتبان سهله، ولكن راها مهمه ومهمه بزاف. حاولوا انكم ما تشريوش الارانب من برا، يعني من السوق ولا من عند شي واحد، حاولوا انكم تكبروهم عندكم، لان الا كانت عندكم هذا المشكل غادي تعيقوا به وغادي تحيدوا عليكم. اما الا كان ما عندكمش، صافي راه ما كاينش، راه ماشي ما يمكنش. واحد الام ديما كتولد لكم واحد النهار تولد شي خلفه مثلا السنان ديالها كيطوال، ولا هذا المرض راه كيكون وراثي. يعني هذا المرض تقدر تجيبوه من الخارج، من خارج المزرعه ديالكم ولا من خارج القفص ديالكم. اما باش يكون هو كاين عندكم، هذا المرض ما كيكونش. حاولوا انكم تربيوا الارانب ديالكم نتوما، حاولوا تدبروا على النتوات يكونوا مزيانين صالحين، يعني تولي الحب ديالكم ليهم كيولي بحال اللي عندكم واحد العلاقه وجدانيه معاهم. حاولوا ما تشريوش من برا، انا ديما كنقولها في الفيديوهات ديالي. الفيديو ديالنا راه سهله،
كنشكر الناس اللي كيتابعوني، كنشكر الاوفياء القناه ديالي تكيو على زر جيم باش تساندونا، والقناه تزيد لقدام. الشعار ديالنا ديما هو الخير جاي لقدام، وان شاء الله ما كاين غير خير ان شاء الله، والخير والخير والخير. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.